انا شارك معاكم بقصه حصلت لي من حوالي سنه ونص. انا عن نفسي اتعلمت منها درس فا I would love to share it معاكم. انا مامتي عايشه في ملبورن، فبروح كل مده كده اروح اقضي معاها شويه وقت. فمن سنه ونص رحت، فبقضي معاها الصبح، بعد كده بالليل بطلع مع اصحابي او اطلع اتمشى whatever. ففي مره طلعت مع واحد صاحبي، هو اعرفه من سنين، المهم هو ديفورس مرتين، عايش حياته بالطول والعرض. المهم فروحنا مع بعض، رحنا على رئيس الكلاب. بعد كده على اخر يوم طالعين، فاحنا طالعين من الباب كان في كام بنت برضو طالعه، فابتدينا نشيت شات تهريج عادي يعني. بعد كده طلعنا، فالتهريج ابتدى نتكلم اكتر وات نوت، and I felt as we going in the wrong direction، فقلت امشي. ولان هو معايا قلت همشي كده 50 متر وانتظر، لو جه ما جاش انا هروح. فقعدت منتظر كده بتاع 10 دقايق. في ال10 دقايق دي في فكرتين جم على بالي. اول فكرة حسيت ان احنا كمسيحيين او انا في الموقف ده، ان في حاجات الواحد بيبقى عايز يعملها we think it will او it does what not provide pleasure، لكن احنا مش هنعملها كمسيحيين. وحسيت كده ان كأن بقول لربنا يعني انا يعني جاي على نفسي علشانك وكده ويقومي. الفكرة التانية اللي هي الاسقاط بقى، يعني ايه اقول انا مش هعمل حاجات غلط لكن ده بيعمل حاجات غلط فانا احسن منه، وهو ملوش حياة ابدية وانا ليه حياة ابدية، الاخ الاخ اللي بتالي كتير يعني بنفكر بالطريقة دي يعني. المهم فوانا بفكر في الفكرتين دول، بعدها ب10 دقايق لقيته جاي. ولما جه ما كانش لابس الجاكيت بتاعه، في ملبورن ساعتها كان فريزن كولد. فبقول لهم فين الجاكيت؟ فقال لي كان في واحد هومليس نايم على الارض اند فريزن كولد، فراح قلع الجاكيت بتاعه وغطاه بيه، بعد كده جالي. المهم عدى الموضوع على كده. بعد كده قعدت افكر في الموضوع، ف قلت برضو جه على بالي فكرتين ساعتها. أظن يعني الموضوع مش إن أنا عملت حاجة غلط، خطية أو ما عملتش خطية، we all sin one way or another. I think the problem that I had is أنا ماشي همي وفكري على نفسي، فما شفتش الإنسان اللي محتاج جاكيت، أو يمكن كان محتاج أكل، God knows إيه اللي كان تاني محتاجه، ويمكن كان في أكتر من واحد، بس أنا مش ممرن عيني إن أبص على حاجات خير أعملها أو خدمة أعملها بره الكنيسة. ولو قعدت فكرت مع نفسك maybe هتلاقي إن كتير مننا كمسيحيين الخدمة أو عمل الجود أكت منحصر تقريبا جوه الكنيسة. فممكن نخدم 2 و3 أيام 4 أيام، نحضر الكنيسة 5 أيام في الأسبوع، لكن بره الكنيسة حياتنا ما فيهاش شهادة. يعني حتى اعمال الاكت اوف لاف او الكايندنس ده اللي بيتعمل بره في الكوميونتي كتير ما بيبقاش من ناس مسيحيين، مع ان المفروض نبقى احنا اول ناس، وبتبقى محتاجه تدريب and decision that انا هاكت كل يوم كشهاده المسيح. فالكتاب مثلا بيتكلم عن المسيح بيقول كان يقول يصنع خيرا، ومفروض تبقى حياتنا زيه. فالمفروض كل يوم يبقى فيه act of love we do. تاني حاجة برضو ان ساعات كتير محبتنا بتبقى منحصرة جوه الكنيسة. فبرضو الانجيل لما بيتكلم فبيقول اذا احببتم الذين يحبونكم فأي فضل لكم. انها عشان to put this into practice سمعت كلمة بعدها الخادم، فبيقول كل يوم اصحى بدل ما تبقى حياتك وصلاتك حتى منحصرة على نفسك، تقعد تصلي اليوم يعدي على خير، يا رب ارزقنا، يا رب حافظ علينا، صلي قول يا رب استخدمني النهارده لمجد اسمك، يعني اعمل حاجه act of love for someone. فقال كلم حد على التليفون ما كلمتوش بقالك سنين، حد ما تعرفوش قوي، حد عيان، جارك، يعني we need to be more in the community نقول نصنع خيرا. ومحتاجه تدريب. عدا ذلك الواحد بيفول في الروتين العادي، شغلي وحياتي والعيال عادي، والخدمة والصلاة منحصرة بس جوه الكنيسة.
لكن we need to be out there شهادة للمسيح without judging people. يعني أنا صاحبي ده I was judging him من أول الرحلة لما رحت، لما بيحكي لي على كل حاجة بيعملها غلط، لكن مع أول موقف في act of love and kindness هو أخد باله وعمله، وأنا حتى ما أخدتش بالي، ويمكن لو أخدت بالي يمكن ما كنتش عملته لأني مش متعود. ف حاول تحطها in practice كل يوم، do one act of love ideally لواحد ما تعرفوش قوي أو مش واحد بتحبه من الكنيسة. اطلع برا، ممكن مكالمة، ممكن ايميل، ممكن جار، ممكن مسج، تاخد حد عيان، سلم على جارك، whatever one act of love في المجتمع. ربنا معاكم، باي باي.